تحدثنا عن آخر تطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بالنسبة للقضية الصحراوية، نحن نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال من بلدنا وممارسة وفرض ممارسة الشعب الصحراوي لحقوقه كباقي شعوب العالم في السيادة وفي الحرية. نحن قبلنا بالاستفتاء كحل واقعي وسلمي، لكن المغرب الذي رفض تطبيق مخطط التسوية وقام باختراق كل العراقيل بما فيها الآن، في الوقت الذي يحاول المجتمع الدولي ويحاول الأمين العام تعيين مبعوث شخصي من أجل الدفع بعملية السلام إلى الأمام، المغرب يختلق مغالطات أخرى بما فيها مثلا أن هناك دعم إيراني عسكري لجبهة البوليزاريو، وهي مغالطة وكذب وزور والعالم يشهد على ذلك. الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مطالبان بفرض على المملكة المغربية احترام حدود جيرانها بما فيهم الجمهورية الصحراوية، والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، لأن ذلك هو الحل الوحيد الذي يتطابق مع الشرعية الدولية.